بهدف إعادة الحياة الفنية والثقافية والتشكيلية لمحافظة حمص لسابق عهدها وأحياء مركز المدينة، عاد مشروع الخواب الثقافي بالتعاون مع نقابة الفنون التشكيلية افتتاح صالة الشعب التي تعتبر رمزاً ثقافياً وفكرياً وأدبياً متميزاً بمحافظة حمص، التي شهدت في السابق تظاهرات وأعمالاً فنية كبيرة لكبار الفنانين، وذلك بعد أن أغلقت الصالة لحوالي 6 أعوام. اليوم بعد فترة طويلة لمدة 6 سنوات عم نحتفل مثل ما انت شايف بعودة نقابة الفنون التشكيلية للعمل، وتم مشاركة عدد كبير من الهواة بلوحات فنية، والحقيقة هي مو بس رمز ثقافي، هي مكان بحبه كل الناس بحمص، بجمع كل الأحبة، كل الفنانين، كل الأدباء، هذا مكان بيلتقوا فيه كل الناس لأنه رمز ثقافي وفكرة وأدبة متميز. رغم كل الصعوبات اللي كانت موجودة واللي واجهتنا أنه نحن نرجع نبتدي العمل ونقلع بالعمل ضمن الإمكانيات المتاحة، حاولنا نعمل أول معرض اللي هو معرض للهواة اللي هي فرصة لهم لأنه يعرضوا بمكان، لأنه الهواة بمكان عرض اللوحات. تضمن الافتتاح إقامة أول معرض للفنون التشكيلية بالصالة، واستضاف المعرض أعمال مجموعة جديدة من الفنانين التشكيليين الشباب والهواة. اليوم موجودين نحن بصالة صبح شعيب بعد 5 سنين من الأزمة والحرب والدمار اللي كان موجود بمنطقة حمص القديمة، اللي طبعا رجعت بفضل الجيش العربي السوري. افتتحناها بتعاون مع نقابة الفنون التشكيلية بمعرض للفنانين الشباب الهواة، مشان يعني كتشجيعهم لشيء جديد يعملوه ويقدموه لمدينتهم حمص. نحن عم نحاول بهذا المعرض، نحن الهواة والفنانين الأساسيين، انه نعيد الحياة لسوريا، لحمص تحديدا بعد الإرهاب اللي عم نواجهه دائما، بدنا نرجع الحياة والثقافة والفن بكل أشكالها. عودة الحياة لصالة نقابة الفنون هي إشارة جديدة لعودة الحياة الثقافية لمدينة حمص. بالحقيقة بعد رجعت مهرجان حمص المسرحي وبعد رجعت كثير من النشاطات على مسرح دار الثقافة، اليوم كنا سعيدين كثير انه نرجع على هذا المكان الدافئ والحميم واللي له علاقة بتاريخ حمص، بتاريخ الفنانين بمدينة حمص، هذا المكان اللي كان دائما تصير فيه تظاهرات فنية، معارض، حتى حديقته الخارجية كمان كانت تضم الفنانين والمثقفين بمدينة حمص. هي دعوة إلى إحياء الثقافة ورسالة إلى العالم بأن إرادة الحياة لدى السوريين أقوى من الإرهاب.